مريضين واطباء شطونين. احنا الاطباء احنا دكاتره وهذول انتم الدكاتره. اهلا وسهلا فيكم. ليش جايين على المستشفى؟ عشان نشوف مهنة دكتور. شرفنا بزيارة مدرسة صناع الحياة وطلابها الأعزاء إلى مستشفانا. لقد قمنا بلفت انتباه الطلاب إلى أقسام المستشفى بشتى أنواعها، إن كانت الطوارئ ومن بعدها الصيدلية وغرف المرضى وقسم التوليد والعمليات. يوم حلو ومميز وشرفونا كثير بزيارتهم. بتمنى من كل أم وأب إنه ينتبه على نظافة ابنه وبنته بالأيام الجاية إن شاء الله.